عليكم السلام. هل النبي قال من كنت يا مولاه عم مش ده فأنا موضوعي عليه دلوقتي، مش المولى في يوم موضوعنا الغد؟ دلوقتي، مش موضوعي لسه، ما وصلناش للأدب. الآن عندك رد على ما ذكرنا في الحلقة؟ نعم عندي رد، لا ما عنديش رد. هتخش تعمل بطل؟ لسه ما وصلناش بقى ان النبي قال ولا ما قالش. احنا قلنا الآن ان الغدير الأكذوبة الكبرى، وانها نص خفي، وان النبي علم الناس في حجة الوداع، والنبي ما يعرفش مين اصلا ولي الامر. فتحب ترد على ايه فيما ذكرنا؟ اتفضل، بالنسبة عرفنا للرواية بنفسك، اللي ذكرتها اللي عرفنا قلت بنفسك أنه الاول. النبي لم يعلم بأن الإمام علي هو ولي الأمر، هاي عرفنا رواية بس صفطها ونقحها وشرب مايها، عرفنا بنفسك لأنه بس عندنا روايات يا متواترة عم، عرفنا بنفسك، عرفنا بنفسك عشان نشرب الميه. مين عليه معايا؟ وآله وسلم نص في أحاديث مين كثيرة على معايا يا إمامة ابني؟ الإمام علي وأولوية مين الإمام علي. معايا يا ابني؟ مين معايا الاول؟ مين معايا؟ الآن بغض النظر من معايا، أنا شيعي جاي أتكلم معاك. اسمك ايه طبعا عشان اناديك، يعني اسمك ايه؟ أبو جاسم، أبو جاسم. ابو جاسم انور، تمام. ابو علي الكذاب، ايه تاني؟ دي اسماء ايه؟ ابو كاظم، كان اخر مره ابو كاظم. الان، يلا جاوب. الان سؤال الذي انت بتقول الان، عندما هدد النبي صلى الله عليه وسلم في اخر، اخذك من اخر الروايه، كيف النبي يسأل من ولي أمرهم بعدي؟ ورواية هذه وقال فيها إن أخاف قريشهم، وهدد فيها النبي. هذه الرواية قدامك على الشاشة، اتفضل ردي على الرواية دي، كيف النبي لا يعرف من ولي أمرهم بعدي؟ اتفضل يوم الغدير. حبيبي انت ان كنت انت فعلا باحث عن الحق، هذه روايه احاد وما لها قيمه امام الروايات المتواتره عندنا بان النبي نص على امامه الامام علي، هذه روايه ما لها قيمه وانت جاي تدلس على الناس هل ادلس ايه؟ ده النبي كتبك بتقول نصب كده الامام علي في يا يوم عمي، ده الغدير ام الحديث لا؟ ده عندك حديث صححه المجلسي في هذا الامر، ان الناس لم يعرفوا اصلا معنى الامامه الى يوم الغدير، والحديث صححه المجلسي في مرآة العقول، وده عرضناه على الشاشه، تمام. وان الناس لم تعرف، وان النبي راجع ربه في هذا الشأن وقال له انا خايف، يعني عايز افهم. ادي مثلا الروايه الثانيه اللي بتقول فيها حضرتك بالله اشرب ميتها، يقول فامر الله محمد ان يفسر لهم الولايه كما فسر لهم الصلاه والزكاه والحج والصوم. هل كان الناس لا يعرفون الولايه قبل الغدير على تلك الروايه التي صححها المجلسي؟ تفضل. حبيبي كيف لا يعلمون بالإمامة يا ورسول حبيبي الله انا اللي بقول فيهم؟ ولا كيف روايتك لا اللي بتقول؟ يعلمون بالإمامة رد على رسول الروايه، الله على رد على سيد الروايه، الأئمة؟ رد على النبي الروايه، هو إمام. رد على الروايه اللي صححها المجلسي. الرواية ماذا تقول؟ نعم أنت تقول بأن الرواية تقول بأن الناس لم يعرفوا الإمام والنبي شرح لهم الإمامة، كيف لا يعرفون والنبي هو إمام؟ والذي لا يقر بإمامة النبي فليس من الإسلام في شيء. يا اخي رد على الروايه، اقرا الروايه ورد عليها، اتفضل اشرحها لنا انت، اقرا الروايه اشرحها لنا. حبيبي الرواية أنت اقرا الرواية اللي هي بتقول يقول النبي امر الله عز وجل بولايه علي وانزل عليه انما وليكم الله ورسوله، فامر محمد ان يفسر لهم الولايه كما فسر لهم الصلاه والزكاه والصوم والحج، فلما اتاه ذلك ضاق بذلك صدر رسول الله وتخوف أن يرتدوا الناس وأن يكذبوه وراجع ربه. يلا الرواية دي، كيف يوم الغدير يؤمر النبي بتعليم الناس معنى الولاية والنبي يراجع الله؟ تفضل. نعم النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم تأخر عن إبلاغ الناس وتنصيب الإمام علي عليه السلام، يعلم الناس لأن الناس معنى لو الولاية. نصب الإمام يا عم علي ركز لقالوا ركز أنه ركز 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 ركز، النبي تأخر، يبقى اذا انت تطعن في النبي، ده رقم واحد. تاني شيء الروايه بتقول له يفسر للناس، يعني يفهم الناس معنى الولايه، يفهمهم معنى الولايه، ركز في الكلام، كما فهمهم معنى الصلاه والزكاه والحج والصوم. هل النبي صلى الله عليه وسلم في الدين الشيعي الى غدير قم لم يبين للناس معنى الولايه كما جاء في الروايه؟ نعم او لا؟ حبيبي المقصود بأن يبين لهم معنى الولاية أي ينصب لهم
انت هتالف من راسك ولا ايه؟ انت هتالف من راسك؟ النصوص موجوده، انت اقرا الروايه بعد اذنك واشرحها للناس، اقرا انت الحروف العربيه. انت هتالف تقول اصلي معنى الولايه ان ينصب، ايش جاب الحسن للحسين؟ ده امام وده امام، ولكن ايش العلاقه؟ الان سؤالي واضح، ان يفسر لهما الولايه. نعم، فسر لهم الولاية، والنبي فعل ذلك عندما قال ألست أولى. يبقى إذا أنت تقر، اسمع بس، اسمع 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 يا حبيبي اسمع، سيبك من الجري. خلاص أنت خلاص تقر انتهى أن النبي الموضوع. أنت تقر أن النبي واضحة. يا عم اسمع، الأمور واضحة. أنت تقر أن النبي لم يعلم الناس الولاية طيلة 23 سنة كما جاء في الرواية؟ الجواب لا، 23 سنة النبي بس حلقة من قد التبليغ والنص على علي بن أبي طالب وعلى أهل البيت، لكن في يوم الغدير كان التنصيب. أبو علي، أبو علي اقرأ الرواية صح، أبو علي اقرأ الرواية تفضل حبيبي. هتقرأ الرواية ولا أقفل في وشك؟ اسمع اسمع اسمعني حبيبي، الروايات متواترة جدا مش هقرأ الرواية.